السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم. شايفين معايا المنظر ده؟ دي اعواد القمح ودي السنابل، وبعدين طالع نبات كده بيتسلق مطلع ورود بنفسجي لونها جميل قوي. مشهد ممكن اي حد منكم يشوفه ويعدي، انما المشهد ده ارتبط في وجداننا واحنا اطفال صغيرين في ايام الربيع وشم النسيم والاحتفالات والورود وعيد الأم. أنا عايز النهاردة مع حضراتكم في الدقيقة بالضبط نلخص حال هذا المشهد. لولا أغصان وعيدان القمح لما وجدت هذه النبتة وتلك الوردة مساحة لكي تكون أمام الشمس وتتفتح وتكون موجودة بهذا الشكل. وفي مجتمعنا وفي ظل جائحة كورونا في بسطاء وفي فقراء وفي ناس تحسبهم أغنياء من التعفف، وفي ناس جميلة بفكرها وبنفسها وبنفوسها، ولكن غير قادرة على أنها تتعاطى مع الحالة الاقتصادية أو الواقع النفسي أو الواقع المجتمعي أو الواقع اللي احنا بنعيش فيه. فكلمة كويسة من حضرتك لهؤلاء تعتبر بالضبط كأنك عود القمح الذي ساهم في ظهور تلك الوردة الجميلة. هذا النوع من التكامل والتقاء الضعيف مع القوي هو ده اللي بيصنع المنظر الجميل اللي نريده في مجتمعنا. نريد الروح الإيجابية تحت مظلة الوعي وليس الجهل. نريد الروح الإيجابية تحت مظلة الفريق الجمعي وليس الأنا. نريد الروح العامة وروح المسؤولية تحت مظلة الحقوق والواجبات لأبناء المجتمع. لا نريد الهيمنة ولا الاستحواذ، وإنما نريد أن نظهر بهذا المظهر الجميل الذي يقر أو تقر له العين وتسعد له النفس عندما تراه. نفسي نجد مجتمعنا في تكافل وفي عطاء وفي روح إيجابية مبنية على وعي مش على جهل، ومبنية عن قناعات عندما تصدر كلمة طيبة أو تنشر بوست كويس أو تتصدق بما أعطاك الله أيا من كان شكل هذا التصدق. إذا كان لدينا هذه الروح وهذه النفسية، المجتمع أكيد هيستعيد توازنه، أكيد هيبقى مجتمع كويس. السلام عليكم.